أتريدون الاحتفال في بيربن برجر؟ حسناً، أي يمكن أن أدعو إليت؟ أجل، وندعو سيو أيضاً. وماذا عن أليس؟ وكيتو؟ من بالضبط؟ ممتاز يا بنات. هيا يا مارجو. هناك مشكلة؟ لا، فقد كل زميلاتي في الفريق كوننا ثنائيات فجأة، وأنا الشخص الوحيد بلا ثنائي. أوه، أتريدين تكوين ثنائي؟ لا أريد، لست مهتمة بهذه الأمور. مرة أعجبت بأحدهم واتضح أنني أصبت بالجفاف. أنت قلقة من أن يتركك أصدقاؤك وحدك. أجل، أظنها الحقيقة. لكنني لن أترك وحدي ولن أقبل بالمقعد الاحتياطي، فإذا كانوا في ثنائيات سأفعل أنا أيضا. يا رجل، عليك المحاولة. أنا آسف، لكن أنت قوية جدا جدا. شكرا، لا أفوت المصارعة. لم تنجح هذه الفكرة، علي أن أغير استراتيجيتي. شطائر برجر، إنها مجانية. أين المقلب؟ لا يوجد مقلب، من منكم سيتحمل الحرارة؟ رائع، هذا لذيذ، أريد المزيد. سأعطيك الأفضل، يمكنك أن تخرج معي. يمكنني ماذا؟ تخرج معي، تذهب لمشاهدة المباريات معي أنا وفريقي. هل سنأكل الشطائر أيضا؟ اتفقنا. لين، داكستر، هيا. بطعم البسكويت؟ رائع. لا، هذا لي. أنتما لن تتقاسماه؟ هذا ما يفعلون. أوه، بالطبع. أنا كنت أمزح. لو وجدت قطعة بسكويت فهي لي. يا رفاق، كنت أفكر في مباراتنا ضد فيرن فالي فيرت. أوبس، هناك خردل على أنفك أيتها الفوضوية. ما خطبك يا رجل؟ آسف، على وجهك بعض المخفوق. ربما كنت أدخره. ها؟ هل فكرت؟ أوه، أيها لطيف. هل نلعب البينج بونج؟ طبعاً، سأحضر مضربين. بل أربعة، سنلعب أنا وكيتو ضدك أنت وديكستر. من؟ أجل، صديقي بالطبع، ولم لا؟ سقطتها. كان أداء مذهلا، مثلك بالضبط. لا، بل مثلك، نجحنا. لا داعي لأن تقوم بهذا بعد كل نقطة. أجل، عالم الألبان، فكرة رائعة يا رفاق. سوف نرى معركة المواشي. سأتخطى رقمي القياسية في لعبة التخثر. في يوم آخر، اليوم سيكون لعالم الأصدقاء الجدد. خططنا ليوم رائع، الشوكولاتة في ركن الكاكاو، امساكوا أيدينا في لعبة الطيران للقمر، ركوب في الغروب عبر نفق الزبدة. تصوري كل هذا مع داكستر. أنت، لنتكلم على انفراد. هناك طريقة لذلك لكنني لا أعرفها. حسناً، سوف ننفصل. ماذا؟ ليس السبب شخصياً، لكنني كنت أخرج معك لأن صديقاتي كن يفعلن نفس الشيء وكنت وحيدة. مررت بذلك، هذا صعب يا رجل. آسف، آسف. الأمر أن هذه الأمور العاطفية لا تناسبني ولا أستطيع التظاهر بذلك. لكنني آسفة إذا كنت قد تعلقت بي أو شيئاً كهذا. في الواقع خرجت معك ليكف أصدقائي عن السخرية مني لأنني بلا صديقة. أوه، أفهم ذلك. يا رجل، إنه حديث خاص. أجل، سأبتعد، أنا آسف. واو، لم أتوقع هذا، أظن أنني لست الفاشلة الوحيدة هنا. من قال إننا يجب أن نفعل مثل الجميع؟ ربما أصدقاؤنا هم الغرباء. أنت لطيف، هذا مؤكد.